بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حيا الله جميع الإخوة والأخوات الذين معنا، حيا الله من التحق، حيا الله صلاح الدين وأبو عبد الرحمن الحسن والطنجاوي وأنصار الحق، مرحبا بكم، بارك الله فيكم على إجابة الدعوة. إذن عندنا الآن البيت الأول، ما زلنا فيها، ما زلنا في البيت الأول، صحيح؟ من معنا يرفع يده يا أفاضل؟ من معنا؟ من معنا يكتب رقم واحد؟ كل من يسمع يكتب رقم واحد، بارك الله فيكم. كل من معنا يكتب رقم واحد، أثابكم الله في الفردوس الأعلى من الجنة. فين وصلنا الإخوان؟ فين؟ جلة، نعم فاطمة، بارك الله فيك. أحمد رب الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد ربي الله جل منعم، أحمد رب الله جل منعم، وصلنا إلى جل، وصلنا إلى جل. أحمد، نعم، فعل مضارع مرفوع بالتجرد من الناصب والجازم، أحسنت فاطمة. علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحمد فيه ماذا؟ أين الفاعل؟ فاعل أحمد، فاعل أحمد فين؟ ضمير مستتر، وجوبا، وجوبا، أحسنت تقديره، نعم تقديره أنا، ممتاز تقديره أنا، جميل جدا. طيب، ربي ماذا قلنا فيها؟ ماذا قلنا في إعراب ربي؟ مفعول به، ايه، كيف هو؟ حيا الله اختنا ام سلمة، صلى الله امرك. هل عندك صوت ولا لا؟ عندك مشكل بالصوت؟ ارجو الله تعالى يكون الامر ميسرا، ميسرا عندك، عندك. طيب، قلت منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، جميل، فتحة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ليس اسم الجلالة يا فاتي، رب لا نقول فيه اسم الجلالة، اسم الجلالة نقول دائما فيه اسم الله، فهمت يا أختنا؟ اسم الجلالة نقولها في الله، وحياك أختنا الفاضلة. هي نعم، قلنا إذن وفيكم بارك الله، نقول مفعول به منصوب بالفعل، علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بماذا؟ بماذا اشتغل يا فاطمة؟ الجميع سحار كنت معنا البارح، وعبد الرحمن، أريد الإخوة اليوم أن يتحركوا، أريد هجوما للإخوة هذا اليوم، الله يكرمكم، حاولوا معنا الإخوان عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن، الحسن، صلاح الدين، اشتغال المحل بالحركة المناسبة، حركة المناسبة لما بعد، نعم حركة المناسبة للياء، نعم لا فيهم الخير إن شاء الله، عوالين على الله سبحانه وتعالى، ولكن فيهم الخير بإذن الله تعالى. إذن ورب مضاف، رب مضاف، والياء ضمير متصل، يلا ضمير متصل مبني على السكون، أين هو السكون؟ ربي الله، أحمد ربي، لا أحمد ربي الله، البارحة غلطت لأني قريتها ربي، لا أحمد ربي الله، عفوا غير زائل يا إخوان، ليس زائلا عفوا، أنا البارح قريتها ربي الله، وهو ربي الله، أحمد ربي الله جل منعم، وليس أحمد ربي الله، فهم؟ أحمد ربي الله، الحصة الثانية اليوم، الحصة الثانية هذا اليوم، أحمد ربي الله جل منعم، أحمد ربي الله جل منعم، نقول والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون، نعم في محل جر، لا نقول زائل، لا نقول الزائل، مبني على السكون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مبني على السكون، في محل جر في محل جر، ها
مضاف إليه في محل جر مضاف إليه، واضح؟ في محل جر مضاف إليه. طيب اسم الجلالة الله ماذا قلنا فيه؟ عطف بيان، ويكون بدلا ولا يكون نعتا، لأن اسم الجلالة لا يكون نعتا لأنه يوصف ولا يوصف به، عطف بيان أو بدل. أحسنتم، نعم، عطف بيان أو بدل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن جل، ماذا قلنا في جل؟ جل فعل ماض مبني على الفتح، على ما قلنا فيها إيش؟ لم نعرب جل بعد، لم نعرب. نعم. طيب جل جل فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح. لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. نعم، وقفنا على اسم الجلالة. فعل ماض مبني على الفتح لا معنى من الإعراب. أين فاعله؟ أين فاعله يا إخوان؟ ضمير، كيف هو؟ أين الفاعل؟ أحمد رب الله. أكتب لكم البيت، أكتب لكم البيت. الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. لماذا ليس وجوبا يا فاتي وفاطمة كذلك؟ قلتما جوازا، لماذا؟ والباقون جوازا أم وجوبا؟ لأنه للغائب. أحسنتي، جميل جدا. الفعل الماضي لا يستتر فيه الفاعل وجوبا نهائيا، الفعل الماضي لا يستتر فيه الفاعل وجوبا، إنما يستتر جوازا، مفهوم؟ لأنه غائب. نعم، ليس وجوبا سحر. واضح الكلام؟ إذن الحمد لله أنتم الآن أخذتم الضابط، أخذتم الضابط في المسألة، وهو أن الفاعل إذا لم يعرف من صيغة الفعل لم يجوز إضماره، لم يجوز إضماره. أي نعم، نعم فهمت، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. جملة جل، الحمد لله، الحمد لله، جملة جل منعمة، جل فيها فعل وفاعل، جل هو، فيك بارك الله أختي الفاضلة، جل هو. هذه الجملة لها محل أو لا محل لها من الإعراب؟
لها محل أم لا محل لها؟ لها محل. طيب ما محلها؟ الباقون. أين الإخوة؟ ما موجود معنا أحد. هل أقل اكتبوا لنا رقم واحد الله يجزيكم خير؟ الإخوان إذا كيسمعوني اكتبوا لنا رقم واحد. إذا كنتم تسمعوني يا إخوة اكتبوا لي رقم واحد. مستمع عبد الرحمن مرحبا. شارك شارك شاركنا أخي الحبيب بأي شيء. نعم أختنا الياسمين ما شاركتي منذ مدة. من معنا يا إخوان؟ من معنا يكتب رقم واحد؟ الجميع. أختنا على نهج السلف الصوت عندك اليوم واضح؟ الصوت عندك اليوم واضح؟ من معنا يكتب رقم واحد؟ أرى ما كنش واحد لي كامل أخي عبد الرحمن وأختي الياسمين، ما كنش حد لي كامل الحمد لله. نحن نتعلم. اكتب الخطأ، اكتب الخطأ. أما كل اللي يضحك عليك واللي بيضحك على الخطأ أرث يضحك على رأسه، لأنه برأسه عنده الخطأ. إلى هو ضبط حاجة فعنده الأخطاء وأخطاء في حوائج أخرى. فلذلك ما لا يخجلن الواحد أن يكتب الخطأ. الحمد لله. نعم وانا عجبني ذاك النهار كونور سليم سبحان الله كان كيشارك معنا وتيحط شي إعراب ما قال به إنس ولا جن، ولكن مع ذلك يشارك. فهم يشارك رغم ذلك هو يشارك. هذه الشجاعة، شجاعة المشاركة. أحسنت دنيا بارك الله فيك. نشارك لا نستحي نشارك بارك الله فيكم. خاصة لحد الدين راه التخصص ديالو الرياضيات ربما، لكن أنا نقول لكم النحو راه رياضيات. النحو عبارة عن رياضيات، إعراب راه رياضيات. صلاح الدين كتسمعنا ولا لا؟ إيه ما شاء الله اللهم بارك. صلاح الدين معنا؟ ربما بعيد. طيب اللهم آمين. أسأل الله أن ينفعنا وينفع بنا وينفع بكم وينفعكم أجمعين. قلت جملة جلة لها محل أو لا محل لها؟ قالت فاتي بأن محلها بأنها نعت، يعني محلها أولا. لا نقول في محل نعت أو في محل حال، هذا ليس هو المحل. المحل إما هو الرافع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذه المحل، هذا هو المحل. ثم نعلل فنقول لأنه نعت أو لأنه بدل أو لأنه كذا، هذا تعليل. لكن المحل نعم ليس لها محل. تأملي جيدا يا سمين. يا الله الإخوان، أين الإخوة والأخوات؟ يلا. جل منعمة جملة جل من الفعل والفاعل، لها محل أو لا محل لها؟ لها محل أو لا محل لها؟ لها محل. طيب أن صار لها محل، جميل. في محل رفع النعت، وأين المنعوت المرفوع؟ في محل نصب النعت. أحسنتي فاتي. فاطمة والياسمين قلتما لها محل ولكن ما بينتما. فاتي الجواب الصحيح مع فاتي، يعني في محل نصب جل منعمة، في محل نصب. هي في محل نصب. هي في محل نصب. فهم؟ هي في محل نصب. طيب
لا، نحن لم نصل إلى منعمة بعد، لم نصل بعد إلى إعراب منعمة. نحن الآن نعرب جل، جملة جل، جل كأننا قلنا أحمد رب الله الجليل، مفهوم؟ كأني قلت أحمد رب الله الجليل. وعليكم السلام ورحمة الله الواحد، حياك الله. واضح؟ واضح الكلام يا إخوان؟ أحمد رب الله الجليل، الجليل نعت لله. إذن فالجملة حلت محل هذا الاسم. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله توري. إذن الجملة حلت هذا المحل، أحمد رب الله الجليل، لكن قلنا أحمد رب الله جل منعم، أحمد رب الله جل منعم. طيب منعمة، ماذا نقول في منعمة؟ فهمنا الآن جملة جل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمنا الآن جملة جل يا إخوان. جميعا فهمتم إعراب جل؟ أعيد إعرابها، قلت جل منعم، جل فعل ماض مبني على الفتح، فيه ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على اسم الجلالة، فاعل جل. أمين وإياكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب، في محل نصب نعت لاسم الجلالة، نعت لاسم الجلالة. واضح الكلام؟ مفهوم الكلام؟ منعمة، ماذا نقول في منعمة؟ حال، حال منصوب. من صاحب الحال؟ من فاعل جل، ها؟ لكن إذا قلنا إنها حال، لا، ليست تمييزا، جل حال كونه منعما، لكنها حال لازمة، حال لازمة. ما معنى حال لازمة؟ هل الله يكون جليلا في حال الإنعام فقط؟ هل يكون جليلا في حال الإنعام فقط أم هو جليل دائما؟ هو جليل دائما سبحانه وتعالى. لذلك نزيد لازمة، حال لازمة. غير أن بعض المعربين قال صاحب الحال، أو قال هي الفعل الذي عمل في منعم ليس هو جل، قالوا ليس الفعل جل هو ما هو الذي عمل في الحال النصب، ولكن الذي عمل في الحال قالوا هو فعل أحمد، هو أحمد، أي أحمده منعما، أي أحمده حال النعمة، أحمده حال النعمة. فهم كلام؟ أي أحمد الله على نعمته. فهمتم؟ لكن هذا المعنى أنا أستبعده، أنا أستبعده،
لأن الحمد لا يكون على النعمة فقط بل يكون على النقمة. أحمده حال النعمة وحال النقمة، لا يكون الحمد مختصا بالنعمة. واضح الكلام؟ لذلك أنا لا أحب هذا الإعراب، لا أحب هذا الإعراب ولا أتفق مع العلامة أبي زكريا السوسي رحمه الله. فنرى والله أعلم أن منعما حال من جل، أن منعما حال من جل، واضح الكلام؟ أحمد رب الله جل منعما، أحمد رب الله جل منعما. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمنا الآن إخوان، فهمتم الآن هذا الإعراب؟ فهمتم هذا الإعراب الآن؟ الإخوان معنا، الإخوة راه قلت لكم، الأخوات راه قضوا عليكم، راه الأخوات قضوا عليكم، الله يجزيكم خير. أين أنتم؟ غيروا حالكم. والله المستعان. إذن أنا التحق بينا واحد البطل عبد اللطيف، الآن غنشوفو كي داير حالو لعله عبد الرحمن مازال ما شاركش يا أخي، مازال ما شاركش. وعليكم السلام ورحمة الله، يا بطل إن شاء الله تعالى. قلت منعما نقول فيها حال لازمة، حال لازمة لجل، حال من جل، وليس حال، وليس حال من أحمد. أخرج من جهل وجلا من عمى، أخرج من جهل وجلا من عمى. مرحبا هشام، أو هشام حتى وجا. أحمد رب الله جل منعما أخرج من جهل وجلا من عمى، أخرج من جهل وجلا من عمى. أخرج، أخرج فعل ماض جميل، أحسنت. أبا يحيى معنا؟ نخلقوا شوية ديال المنافسة بعد. وعليكم السلام ورحمة الله، أحياك أخي الحبيب، الله ناديت عليك، أنت معنا؟ ارفع ارفع راية الإخوة، الله يجزيك خير، حاول رد لنا شوية الاعتبار، رد لنا شوية الاعتبار، راح نمشينا في حالنا. خير، بشرك الله بما يسركم في الدنيا والآخرة والجميع. لا لا ماشي تميز، ماشي تميز، غير الله يهديكم. أنا بغينا نخلقوا شوية المنافسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغينا نعملوا شوية المنافسة ما بين الإخوة والأخوات باش تكون المشاركة وتكون، نعم، منافسة. أحسنتي صح. إذن طيب بارك الله فيكم أختنا. قالت فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، نعم. والجملة لها محل أو لا محل لها؟ أخرج من جهل وجلا من عمى، لها محل أو لا محل لها؟ لها محل. ما محلها؟
الحمد لله عز وجل ما جاتكم الشموخ الهمة الإخوان. إذا قلت أخرج من جهل، قلتم لها محل، لها محل، ما محلها؟ حياك الله أخي الحبيب هشام، بارك الله فيك. ما محل هذه الجملة؟ نعت ثاني في محل نصب، نعت ثاني، نعم في محل نصب نعت ثاني. من جهل، من جهل جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جهل مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلق بماذا؟ والجار والمجرور متعلق بفعل أخرج، بفعل، بالفعل أخرج، أحسنتم، نعم نعم. الواو وجل، الواو وجل من عمى، الواو حرف عطف، الواو حرف عطف أين الأبطال؟ الله المستعان. قال لي تحزمت القرعة بالفقوس وقالت لي يلا نقطع الروات، هي هذه اللي وقع لي أنا ندرق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك أبا يونس. الله المستعان. الواو حرف عطف، جل، جل ماذا نقول في جل؟ جل يلا عبد اللطيف يلا أم القبيلة ونتعنى بكم زعماء رقبت لها جاءوا الأبطال رديت وهي على وجهي. طيب إذا فعل ماضي مبني على الفتح أين الفتح؟ أين الفتح يا إخوان؟ أين الفتح بارك الله فيكم؟ أين الفتح؟ المقدر، المقدر هذه زلة يا فاتي، أين الفتح؟ جلا، آمين وإياك، حياك الله مسلم. وراء لن يهلك الناس يا أبا يحيى حتى يعذروا من أنفسهم، عذرت نفسك وكان ينبغي ألا تعذرها. طيب لا، جلا، جلا من عمى، اتفق معي يا أبا يحيى؟ إذن جلا ماذا نقول في إعراب جلا؟ أبو يحيى، أبو يحيى هكاك داير، أبو يحيى إلا بغيتو وتبقى عزيز عليه وتبقى عزيز عليك خذو هكاك. أبو
أبو يحيى رجل طيب جزاه الله خيرا، يقدر أن يقتك ولكن هذا لا يمنع من طيبوبته ومن أخوته الفياضة جزاه الله خيرا. أعرفه منذ 6 سنوات أو 7 سنوات مزيان جزاك الله خيرا. إذا قلت جلا خلونا في الحصة جزاكم الله خيرا، عندما الإخوان دروك من يدزنا الضحك وانشطوا واللي تدروك من يدزنا الضحك واللي تكتبوا أنتم دروك رجعوا لنا للإعراب. قلت جلا فعل الماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر، منع من ظهوره التعذر، أحسنتم، منع من ظهوره التعذر، يتعذر أن تظهر الفتحة أو الحركات كلها تقدر على الألف. اتفقنا يا إخوان؟ اتفقنا جميعا؟ يلا أتموا يا إخوان. أتموا حتى لا تمر الحصة هكذا كلها مزاحا، نأخذ في الجد، لكن أنا أحب أن أمزح قليلا حتى يستأنس الإخوة والأخوات، لا يقع نفور وهروب وخوف من المادة. لأن النحو أنا أقول لكم، أنا معي الأساتذة في المركز تقولوا لي قضية النحو، والله أساتذة في اللغة العربية تقول لك ديرها، شوف أنا والنحو ما تنتلاقاوش، كيقولوا شتي النحو معايا الإخوان. نقول لكم هذه المسألة، هذه الفائدة نقولها لكم حتى أنتم، شتي النحو بحال اش داير؟ النحو بحال شي واحد دروك تيخلعك، شي واحد تيبالك صحاح، أنت شي واحد صحاح وقفلك قدامك وتيشوف فيك شي شوفات نيت، واش معايا الإخوان؟ هكا نهضر معاهم سرق الزيت صحيح، مثلوا له بهذا. لا ماشي قضية دفعوا، كيوقف لك واحد الوقفة وتي يشوف فيك، واخا بلاتي نكمل هذه القضية صحار ونرجع، ها تيوقف لك واحد الوقفة باش يخلعك نيت، ملي كيشوفك انت وقفت ليه نيت غيخرج لك عيني، ملي كيشوفك وقفتي وما تحركتش كيبقى يشوف فيك، يشوفك مع دابا نخلعو دابا نخلعو دابا نخلعو، ملي كيشوفك ما تخلعتش كيبدا يضحك ويقول لك اسمح لي راه تنضحك معك، انا غنمشي معك يلا هكا دير فيه، هو غير تصر عليه واحد قار، الا لقى شي واحد كذا تحقر عليه، إلا لقى شي واحد ديوانيت تاي يقول لي اسمح لي راك نضحك معك، صافي يمشي معاه. أما من خلعك ما والو، قاعد تشوف فيه. لا 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 إن شاء الله عز وجل بشوية بشوية تمو، يلا نواصلوا. قلنا جل فعل، فين هو الإعراب أختنا سحر؟ قالت مقدرة على الألف المقصورة. أي نعم مقدرة على الألف المقصورة. طيب ماذا نحتاج الآن؟ إلى ماذا نحتاج الآن؟ ها؟ نحتاج إلى فاعل، إلى فاعل. الحمد لله. لم نكمل من جاهلين، لا قلنا من جاهلين جار ومجرور متعلق بالفعل أخرج، نعم قلنا متعلق بالفعل أخرج، فهم متعلق بالفعل أخرج،
هذا تم معنا. إذن أخرج من جهل وجلا من عمى. السلام ورحمة الله. جلا فعل ماض مبني على الفتح. جلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل منع من ظهوره التعذر، منع من ظهوره التعذر. طيب، الفاعل أين الفاعل؟ أين الفاعل يا إخوان؟ الفاعل ملك الحبشة، ما خليك بلا ما ينقطوك، ها الناس نقطوك دابا. إذن الفاعل ضمير مستتر جوازا، الفاعل ضمير مستتر جوازا، تقديره هو يعود على ماذا؟ يعود على اسم الجلالة، يعود على اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى. نعم، لا إله إلا هو لا رب سواه. طيب، إذن من عمى، من عمى ماذا نقول؟ من عمى جار ومجرور، متعلق بماذا؟ متعلق من عمى، متعلق بجل، متعلق بجل. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هنا انتهينا من إعراب البيت. الإعراب سيكون في المقدمة فقط، عندما نتجاوز المقدمة لن نعرب الأبيات. إعراب عندكم في هذه الأبيات فقط. أخرج، راه قلنا للفاعل الله يهديك سحر، راه ذكرنا الفاعل ديال أخرج، قلنا ضمير مستتر جوازا، جلا ضمير مستتر جوازا، جملة جلا من عمى لا راه ذكرناها. هاي خير إن شاء الله، غيكون الإعراب، لأن الإعراب غيكون في الأمثلة. الأمثلة لا بد فيها من الإعراب فاتي، إعراب لا بد أن يكون في الأمثلة. الشيء أنتم ما بديتوا كتدسروا على الإعراب ولا لا؟ ها؟ شكون اللي فيكم بدا كيدسر على الإعراب الإخوان؟ شكون اللي فيكم حس بالجرأة؟ الحمد لله. إعراب هو ممارسة، هو ممارسة الحمد لله. الحمد لله. إذا قلت يا إخوان جملة جلا من عمى هي نعت ثالث. لا أسألكم، الياسمين في مشات والباقون اللي كانوا معنا فاطمة معنا، فاطمة مازال معنا، الياسمين، مهاجر، أبو يحيى، عبد الرحمن، عبد اللطيف، ويونس، مسلم، هشام، دنيا، توري، جميع. إذن نعت ثالث. الحمد عندما نقول أحمد على نهج السلف، نعم اعتذر، ف
أحمد الحمد هو الثناء، الثناء على الله. يلا الإخوان نمشي، المعنى هو الثناء على الله بكماله، الثناء على الله عز وجل بكماله. خلونا جادين بارك الله فيكم. الثناء على الله بكماله في مقابل الثناء على الله بكماله، كمال الذات وكمال الصفات، والصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الفعلية التي المفعول فيها خير، وهي صفات الفضل كالرحمة والنعمة والإكرام والمحبة والضحك وغيرها، وصفات العدل التي المفعول فيها الشر، والشر في المفعولات لا في الأفعال، كالانتقام والغضب والسخط والمقت والأسف وغير ذلك من صفات الله عز وجل. رب الله، الرب هو السيد المالك المدبر الخالق لا إله إلا هو. الله اسم الجلالة معناه المألوه أي المعبود بالحق. الاستقاق ذاك الشيء فيه كلام طويل ما نطوله فيه. جل من العظمة والجلال أي عظم شأنه على شأن غيره، وجلال الله عظمته، منعم الإنعام الاستفضال، حي الله الشيخ أبو عثمان مرحبا، نعم الإنعام الاستفضال على عباده بالنعم التي لا تتناهى. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أخرج من جهل، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان البيان وعلمه الإعراب وعلمه كل ما يحتاج إليه. نعم أنا صحبت أم عبد الله، ظنيت أن الذي يكتب هو عبد اللطيف لأن اللون واحد، غير اللون بارك الله فيك. علم القرآن، نعم جل من عمى، جل أي من التجلية وهي الإظهار، أي أخرج وجل من شاء من عباده من العمى، والمقصود عمى البصيرة التي هي القلب. وكثيرا ما يطلق العمى على الجهل، وكثيرا ما يطلق العمى على الجهل كما في هذا البيت. قال فعلم البيان والإعراب في أمان الله. أخي ثوري، فعلم البيان والإعراب، نعربه، نعرب يا إخوان، نعرب البيت، البيت سهل، سنعرب هذا البيت ونقف. يا الله، الفاء، الفاء ماذا نقول فيها؟ الفاء ماذا نقول فيها؟ طالبة تأخرتي أختنا الطالبة، تأخرت عن الحصة. فعلم الفاء عاطفة سببية، معناها السببية يعني بسبب إخراجه من الجهل وتجليته من العمى علم البيان والإعراب، علم البيان والإعراب. فعل علم، يلا الإخوان جميعا 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 مشاركات، أعرب علم فعل ماض مبني على الفتح، هناك من كان محضرا لها ينتظر الإشارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره. يلا أين الفاعل؟ الفاعل، أي نعم الفاعل، ماذا يكون هو؟ أين هو في الجملة؟ وماذا يكون؟ والفاعل ضمير مستتر جوازا، تقديره هو، يعود على اسم الجلالة.
البيان، البيان مفعول به منصوب بالفعل، علامة نصبه، علامة نصبه الفتحة، الواو والإعراب، الواو الواو سجلوا سجلوا، ديروا برنامج تسجيل، واش كتكتبوا؟ الحمد لله بدور اخوتي يشاركوا بفضل الله عز وجل. هل لا لا راه صعيب نكتبوا، احنا غادي الحمد لله. حاولي فاطمة ديري شي برنامج تسجيل، حاولي تعملي برنامج تسجيل وسجلي الحصة، لأنه دروك إلا بقينا بقينا هنا ما يمكنش، واخا خير إن شاء الله عز وجل. ها الجواب ها آه. طيب الواو عاطفة، الواو عاطفة، والإعراب نعم أجوبة التي تكتبونها على التكست، الإعراب معطوف، يلا يلا جميعا جميعا يلا، الإعراب ماذا نقول فيها؟ الإعراب معطوف الجملة، فعلم البيان والإعراب، فعلم البيان والإعراب معطوف على المفعول به على البيان، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب والفاعل والآلف عفوا الإعراب، الكلمة هي الإعراب، والآلف ماذا يكون؟ ماذا يكون هذا الفاعل هذا الآلف يا إخوان؟ هذا الآلف يسمى أحسنت فاطمة، آلف الإطلاق، لا ليس ضرورة شعرية، لا لا آلف الإطلاق يسمى آلف الإطلاق. ها هذه قافية مطلقة في هذا البيت، جملة فعلم من الفعل والفاعل لها محل أو لا محل لها؟ نعم الميزان الشعري، نعم فعلم من الفعل والفاعل لها محل أو لا محل لها؟ لها محل، ما محلها؟ ما محلها يا إخوان؟ في محل نصب نعت أيضا، نعت رابع، نعت رابع لاسم الجلالة معطوفة على الجمل الأخرى، وألهم، ألهم ألهم الواو عاطفة، ألهم فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، أين فاعله؟ أنا أحاول أن أساعدكم لأن هذه الأمور عليكم أن تفكروا أنتم فيها، عندما أقول فعل علي أن آتي بالفاعل، عندما أقول مبتدأ علي أن آتي بالخبر، لكن أنا أساعدكم وأقول أين الفاعل حتى لا، أي نعم جيد، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، تقديره هو ها، وجملة ألهم من الفعل والفاعل لها محل أو لا محل لها؟ نعم هو نفس إعراب الجملة، ها هو نفس الإعراب، الإعراب نفسه، جملة ألهم
في محل نصب نعت، في محل نصب نعت. للإطلاق أختي مريم، الإطلاق يعني أنه يطلق ولا يقيد، لأن القوافي على ثمانية أنواع، أن القوافي على ثمانية أوجه، منها القافية المطلقة، ومنها المقيدة، ومنها 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 متكاوسة وغيرها. فالمطلقة هي التي يكون آخرها متحركا، يكون آخرها، يكون رويها متحركا، يكون رويها متحركا، وقد يضيفون إليها الألف، قد يضيفون إليها الألف. نعم، ألهم فعل ماض بمعنى لقن. الحكمة، ماذا نقول في إعراب الحكمة؟ وفيكم بارك الله أختي. الحكمة لا مفعول به مطلق، كيف مفعول به مطلق؟ لا، إما مفعول مطلق أو مفعول به. بغيت تقولي منصوب. مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والصواب الواو عاطفة، والصواب معطوف على الحكمة، والمعطوف على الحكمة على المنصوب منصوب، والألف للإطلاق. نبين معنى البيت. علم، أي من نعمه جل وعلا أنه علم هذا الإنسان البيان، والبيان الكلام الذي يبين به مقاصده، ويطلق البيان على الظهور في اللغة، وسمي الكلام كلاما، الكلام بيانا، لأنه يبين ويظهر ما في النفوس. نعم، ويظهر ما في النفوس. والإعراب لغة أيضا البيان، ولكن المراد بالإعراب هنا النحو خصوصا. قال علم الإنسان البيان، والبيان الكلام، ها؟ علم الإنسان البيان أي الكلام، علمه الإعراب أي قواعد النحو الذي ينضبط به الكلام، حتى لا يكون عطفا للشيء على نفسه. علم الكلام وعلم قواعد الكلام، قواعد الإعراب. فالإعراب المراد به علم النحو، على ما ذكر العلامة أبو زكريا رحمة الله عليه. فهم كلام، فهم كلام يا إخوان، واضح الكلام، بارك الله فيكم. طيب، وألهم، ألهم أي من ولقن الحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والمراد بها هنا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، أي أن الله لقنه إياها وأفهم له في وأفهمها له في قلبه، لأن الإلهام هو إلقاء الشيء في الروع وهو القلب، ها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قذف في روعي، والروع القلب. أما الصواب فهو السداد في القول والعمل، فهو السداد في القول والعمل. إذن بقي لنا أربعة أبيات، في قلبي، في قلبي، الروع القلب وليس النفس. أم عبد الله، بقيت لنا أربعة أبيات
إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أسبوع المقبل عندنا في هذه الحصتان، عندنا حصتان في هذا، ممكن نديروا ثلاثة إلى بغيتوا، إلى بغينا نختموا هذا المتن بسرعة نعملوا ثلاثة في الأسبوع، نزيدوا حتى غدا، ها نزيدوا حتى الأربعاء، نزيدوا فيه الأربعاء باش نكملوا شوية نسرعوا فيه. إذن موعدنا غدا إن شاء الله في العاشرة بتوقيت المغرب، الواحدة بتوقيت مكة. لا راه نساليو قبل